هذا ويعقد مجلس جامعات الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية دورة غير عادية اليوم بالقاهرة، وذلك للنظر في التطورات الناجمة عن الإعلان إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها. ويناقش الاجتماع الذي دعت إليه كل من فلسطين والأردن التحركات العربية الممكنة تجاه هذا التغير في الموقف الأمريكي وتأثيراته على الأزمة في الشرق الأوسط، وكذلك الخطوات الممكن اتخاذها للرد على هذا القرار. من دون تبعات تتناسب ومدى خطورته. ينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت آمنة جبريل عضو المجلس الثوري لحركة فتح. أهلا وسهلا بك. بداية، من المرتقب أن تعقد السلطة الفلسطينية جملة من اللقاءات اليوم من أجل تدارس الوضع والرد، رد السلطة الفلسطينية على قرار ترامب. بتزامن مع ذلك أيضا جامعة الدول العربية تعقد اجتماعا طارئا. ما المرتقب من جملة هذه الاجتماعات والتحركات الدبلوماسية؟ لا شك أن قرار ترامب بالإعلان عن القدس عاصمة للكيان الصهيوني طبعا هو جريمة جديدة تضاف إلى جرائم هذا الكيان المصطنع الإرهابي والعنصري، وهذا طبعا بشكل عدوان على الشعب الفلسطيني بكل مكوناته، وعدوان بالتالي على كل الأمة العربية، وخاصة أنه هذا يعني التنكر للحقوق المشروعة من الاجتماعات. طبعا مفروض أن يكون يعني حصيلة ونتيجة كبيرة يستطيع العرب فيها أن يقدموا برنامج عملي. يعني بالأمس حتى الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن الدولي، يعني لو تسمحي لي في هذه النقطة، حتى الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن الدولي رأى فيه البعض بأن نتائجه كانت باهتة وأعاد تكرار الموقف الدولي فقط برفض القرار، وبالتالي التعويل ربما على اجتماع مجلس وزراء الخارجية الطارئ اليوم لجامعة الدول العربية. أنتم في القيادة الفلسطينية وفي حركة فتح، ما الذي تعولون عليه من هذا الاجتماع؟ ما القرارات الفعلية التي من الواجب على المجموعة العربية القيام بها فعليا على الأقل من أجل ردع الإدارة الأمريكية وإعادة النظر في مسار التفاوض؟ يعني أنا برأيي ما لست متفائلة كثيرا، ولكن الخطوات الواجب اتخاذها بناء لهذا الاجتماع هو كافة العلاقات مع الكيان الصهيوني وطرد السفراء الإسرائيليين، وطبعا تعزيز المقاطعة ضد إسرائيل. يعني هذه ووضع برنامج عملي واضح جدي يرد على كافة هذه التحديات، هذا أقل ما يمكن أن يقوم به العرب، لأن يكفي إهانة ويكفي طبعا استخفاف بكل الشعوب العربية الإسلامية والمسيحية. يعني أنا تقديري هذه فرصة لكي نستغل يعني كل الموقف الشعوب العربية والمواقف الدولية التي أكدت على رفض هذا القرار. هذا ما يمكن أن يقوم به العرب أولا، لأنه لم يعني يعد هناك على كل سيدة أمينة سوف نكون أي وسيلة لمواجهة هذه التحديات. مخرجات اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ أمينة جبريل عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت.